برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. الحقيقة النهاردة عندنا كلام كتير جدا جدا عن الكرة العالمية بتخص الدوري الإنجليزي خاصة ودوري الأبطال تشامبيونز ليج، اللي طبعا في مباريات إن شاء الله بكرة وبعده لتحديد من يصل إلى ربع النهائي في هذه البطولة الكبيرة. مش هنعدي طبعا غير لما نتكلم على نادينا النادي الأهلي. النادي الأهلي بينتظر الحقيقة مباراة مهمة جدا جدا أمام القطن الكاميروني يوم الجمعة اللي جاي. أكيد كلنا تابعنا المباراة اللي فاتت وأكيد كلنا زعلانين ومتضايقين وغضبانين، كل ده تمام، لكن خلونا دايما 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 نكون ورا فرقتنا، بنساند بندعم. مفيش شك إن الغضب دوت نابع عن ناس بتحب النادي، مفيش شك، ولكن التايمينج دايما عندنا هنا في مصر مشكلة التايمينج، التوقيت، توقيت اتخاذ القرار، توقيت ازاي تفرح، توقيت ازاي تزعل، توقيت التغيير، توقيت التطوير. عندنا مشكلة في هذه النقطة. التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي هو وقت الدعم الكامل لفريق كرة القدم للنادي الأهلي بكل منظومته، لان على المستوى الدوري احنا الحمد لله متفوقين، على المستوى حتى البطولة الأفريقية ما زال هناك أمل، وطالما هناك أمل يبقى لازم الدعم الكامل لفرقتنا. فريق النادي الأهلي ما بيرميش الفوطة أبدا، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله عندنا طموح كبير جدا إن احنا نعدي هذه الكوة. كوة بتمر على أندية كثيرة جدا جدا على مستوى العالم. لو في المحترف هنا بنتكلم على فريق عظيم زي فريق المان يونايتد والهزيمة القاسية أمام ليفربول 7-0، هزيمة تاريخية. الناس هناك عملت إيه؟ قفلوا الصفحة بعدها تاني يوم يشتغل عشان الماتش اللي بعديه يكسب. أنا عارف إن في ضغط في السوشيال ميديا، أنا عارف إن السوشيال ميديا بقى ليها دور كبير جدا دلوقتي، ولكن الدور ده مش على جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي لازم تكون واعية جدا 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 في الفترات الحرجة، الفترات اللي إحنا بنفرح فيها كلنا بنفرح فيها، كلنا بنغني، لدرجة أنا في وقت من الأوقات حتى بقول في وقت الفرح بلاش الفرح بزيادة. إحنا عندنا هنا طبيعتنا ثقافتنا هنا في مصر إنك بتفرح جدا جدا لدرجة كبيرة قوي وتزعل جدا جدا لدرجة كبيرة قوي. فلا ده كويس ولا ده كويس. والتايمنج اللي انت بتتخذ فيه قرار او بتكتب حاجه او يعني بتعبر عن رايك بحاجه ده كمان مهم جدا. مفيش شك ان احنا يعني زي ما بقول لك كل الناس زعلانه، اكيد ده طبيعي، ولكن ده مش وقت الزعل ووقت الحساب. في تايم كويس قوي بنعمل حسابه والنادي الاهلي عامل حسابه، في تايم كويس قوي ان احنا نتعامل مع الجزئيه، مش يعني ماتش رفعنا احسن فرقه في العالم وماتش بقينا اوحش فرقه في العالم. اعتقد الكلام ده انتهى من كره القدم، وعندنا امثله كثيره جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم على مستوى العالم مش على مستوى الدوري المصري. فكلنا بنساند فرقتنا، كلنا ورا فرقتنا، كلنا باذن الله بندعو ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتاهل من دور المجموعات. وصدقوني دور المجموعات دايما بيبقى فيه صعوبات، دايما بيكون فيه بعض الازمات، لكن احنا قادرين قادرين ان شاء الله قادرين ان احنا باذن الله نعدي هذه الكبوه. ولا قدر الله ما عدناش، احنا تاريخ كبير جدا، بقول لا قدر الله حتى ما عدناش يبقى احنا تاني بنساند فرقتنا، عندنا بطولات كتيره جدا جدا ان شاء الله نحارب عليها. انا متفائل على المستوى الشخصي لان عارف شخصيه النادي الاهلي، باذن الله ان شاء الله يوم الجمعه نعمل مباراه كبيره ونكسب المباراه ان شاء الله، مباراه الهلال كمان نكسبها، احنا ماشيين في طريقنا للنهايه باذن الله، وباذن الله ان شاء الله نعدي من هذه الكبوه ونكون ان شاء الله انفراجه كبيره جدا جدا ان شاء الله، ونصل لابعد نقطه وان شاء الله نصل الى المباراه النهائيه. ده مهم جدا ان احنا بنتكلم على دعم، بنتكلم على مسانده، لان هو ده التوقيت الصح، ده التوقيت الصح اللي بنشتغل فيه في ظهر فرقتنا في ظهر نادينا. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم النهارده عندنا يعني هنتكلم على الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي مشتعل جدا جدا جدا. الفترات اللي فاتت بنشوف سباق رهيب ما بين الارسنال وما بين المان سيتي، المان سيتي بيكسب، الارسنال بيكسب، في تعثر هنا هتلاقي تعثر هنا، في المان يونايتد بيعود بشكل قوي جدا وبعدين يكسر كسره سريعه ويقوم تاني، كسر من ليفربول بسبعيه وبعدين بيقوم تاني. حتى ليفربول على مستوى ليفربول اداء ولا اروع، مباراه كبيره جدا امام المان يونايتد بسبعيه بعدها بيتعطل تاني في البريمير ليج. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم هي دي كره القدم، هي دي كره القدم، ودي حلاوه كره القدم، ان دايما هتلاقي بعض الكبوات بعض العثرات، ولكن الفريق الكبير والبطل وذو الشخصيه، شخصيه البطل هو اللي في النهايه ان شاء الله بيعمل حاجه كويسه، وده ينطبق كمان على نادينا النادي الاهلي.